أنا طبيبة يعني مهنة، عشت سنوات وسنوات في القطاع، عشت سنوات وسنوات، وكان هو أول سبب في تدريبي عن السياسة وهو الشكل الاجتماعي. راكمت وتعاملت مع فئة اجتماعية جد صعبة، إنسان اللي كتخسر صحته، إنسان اللي ما عندوش باش يداوى، أمراض عقلية، يعني واحد الفئة اللي عشت معها كتير كتير كتير، وهما كيعانيو حنا كنا كنعانيو معاهم طبعا، لأن المشكل اليوم في مدينة الصدر ديال فينا نحطو هاد الناس، نحطو هاد المسنين، شفت المسنين وكانوا فيهم أمراض السكري، ما عندهمش باش يشريو الدواء، ما عندهمش باش ياخدو الدواء، ما عندهمش باش ياخدو الدواء طونسيون، داكشي كان كيبقى حتى كيولي واحد الفترة جد متقدمة من المرض وما كاينش فيه.